السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخوتي المشاهدين الكرام. على بركه الله نبدا حلقه جديده من سلسله حلقاتنا الاسبوعيه الحرس البلدي والمواطن. انطلقت في الاونه الاخيره حمله على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ما يسمى مقاطعه البيض والدجاج، ومن خلالها امتدت حملات مقاطعه للدواجن والبيض في ليبيا وسط ازمات معيشيه يعاني منها المواطنون، ادى الى انخفاض القدره الشرائيه على اللحوم والدواجن والسلع التموينيه، واطلق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية حملة لمقاطعة الدواجن والبيض تحت شعار قاطعوا الدجاجة والبيض وقاطع مش حتموت وأرجوك لا تشري البيض. هل تؤدي حملات المقاطعة في نهاية المطاف إلى خفض أسعار السلع بكل أنواعها ابتداء من اللحوم البيضاء والحمراء وكذلك السلع التموينية؟ وتوسعت حملة المقاطعة حتى أعلنت عدة مطاعم بالعاصمة طرابلس تضامنها معها، وإنها ستتوقف على شراء البيض حتى تعود أسعاره لمعدلاته الطبيعية، حيث ناشدت المواطنون في التعاون معهم من أجل الوصول إلى حلول لانخفاض الأسعار بعد هذه القفزة السريعة للأسعار في جميع المنتجات كافة السلع التموينية واللحوم والخضروات. والضحية هو المواطن، يا ترى من الحق؟ هل التاجر أم المواطن أم المسؤول؟ بكل حيادية سنتكلم مع كل الأطراف، المواطن والتاجر والمسؤول، لكي يوضح لنا أكثر عن موضوع حلقة اليوم. لدينا تقرير بخصوص الموضوع، خلينا نشوفوه ونرجع. التقرير أعداد أحمد التيجاني وقراءة بلقيش البشير. عندنا بعدها استطلاع رأي المواطنين حتى ما نشوفه بعد استطلاع هذا التقرير. هل المقاطعة أدت أهدافها المرجوة أم أنها ظلت طريقها وسط كم من المواقف المتضاربة؟ سيما وأن المواطن هو المعني في النهاية بما ستؤول إليه الأمور في خضم تجاذبات عديدة هو القاسم المشترك فيها والضحية بين المطرقة والسندان. هل هو غلاء مفتعل أم حقيقي؟ أهو جشع التجار وانفلات الأسعار حيث لا رقيب ولا حسيب؟ أم للمسؤولين موقف جاد وحاسم يعيد الأمور إلى نصابها؟ المواطن البسيط ذو الدخل المحدود يقبع مكتوف الأيدي، والغني على نقيده يقوى على مقارعة غول الغلاء وصعوبة الأوضاع، وثالث يقول هذا هو الموجود وما باليد حيلة. غلاء البيض ولحوم الدجاج مسألة مطروحة على بساط النقاش والحوار بموضوعية وحياد، علنا نصل إلى فهم حقائق الأمور والخروج بفهم واقعي منظور وموقع نلتقي عنده لنؤطر ما يقودنا إلى الحل أو ما يقرب لنا الصورة بأبعادها المختلفة، نشدانا لما هو أجدى وأنفع لفائدة الناس أجمع. هذا مجرد مفتاح لفتح باب الحوار، حيث التفاصيل في خضم لقائنا هذا والذي نستضيف فيه من يقرب لنا الصورة ويلقي الضوء على ما نتناوله. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم سادة المشاهدين الكرام بعد هذا التقرير. طبعا التقرير بنص على زيادة الأسعار في بشكل جنوني على كامل التراب الليبي، وللأسف الشديد احنا كجهاز حرس بلدي لدينا قانون 23 لسنة 2010 بسان النشاط التجاري غل أيدينا، طبعا خلاه الأسعار عرض وطلب ومنافسة بين التجار. في السابق كان لدينا قوانين وتشريعات بهذا الخصوص. طبعا زي ما ذكرنا لدينا بإذن الله العديد في هذه الحلقة من الاتصالات مع المسؤولين بهذا الشأن، سواء كان من الحرس البلدي سواء كان جمعيات ليبيا لحماية المستهلك، كذلك آراء الأخوة المواطنين بخصوص غلاء الأسعار. الأعمال اللي يقوموا بها اللي داخل جميع فروع الحرس البلدي على مستوى الدولة الليبية، لدينا فوق ما يقارب 145 فرع ناهيك على المراكز والنقاط التابعة لها. طبعا لدينا تقرير آخر يشير للأخوة في الإخراج اللي هو عفوا استطلاع مع المواطنين، نشاهدوا هذا الاستطلاع من ثم نعود للحديث.
الاسعار هي اللي تدوروا عليها وتحكوا عليها، حلها بسيط، ردوا السلخانات، ردوا المشاريع متاع الدوله، بس هذا هو لا اكثر لا اقل. المقاطعه شو بدير مقاطعه؟ منو اللي بيموت بالجوع؟ فيش حد يقاطع ولا ما هناك واحد يقاطع؟ قاطعوا داروا مقاطعه متاع الدحي، الناس تشري فيه عادي، داروا مقاطعه دجاج تشري فيه، اللحم بيشروا باش بيعيشوا اصلا. شنو احنا طنجره الليبيه معروفه، يا فيها لحم يا فيها دجاج يا فيها ما في شيء. المقاطعة ما تمشيش، تمشي انك ترد الصلخانات متاع الدولة بس، ترجع صلخانات الدولة، يرجع السيطرة كلها للدولة مش للتجار. مش للتجار، انا نعطي اعتماد لتاجر يمشي ياكل المواطن، ما نعطيش. نجيب الدولة، شنو الدولة خلاص عزت ما عادش تقدر تجيب شيء. تجيب الساعي، هي تجيب المواشي من برا ويدير صلخانات ودير ترد شركة المواشي، تو تشوف اش سعر اللحم قداش يولي. هذه حل هالبلاد، حل هالبلاد عند المسؤولين، ما عندش المواطن ولا تاجر. سبب ارتفاع الاسعار التجار من المصدر، يعني من غادي ما اقول لك علفه غاليه، هي العلفه كانت ب 300 وتو نازله ب 160، كلها من التجار زايد. راه احنا ما عندنا شيء، احنا نخدموا بالكيلو، احنا ماذا بينا احنا ينزل حتى ب 40 دينار حاليا، نخدم باطا باطا، راه وين الخلاص؟ والله شيء ما هناك حاجه، اللي هذا اللي الهبره الكبيره واكلها التاجر زايده، والله ما هناك حاجه. وماذا بينا احنا ينزل ونزل نخدم اكثر، احنا تشبع فيه السوق منفض، نشرب السوق ونبيعوا للناس، ماذا بينا ارخص سعر للزبون. انا بدل نذبح سقيتين نذبح خمسه وسته وسبعه لما يكون السعر رخيص. المواطن ما عادش يقدر، ما منين بيلحق؟ مرتبات ما فيش، معاشات ما عندهمش، ربي يفرج وخلاص على المواطن. يساعد التاجر، لكن التجار ما عندهمش لا حساب لا رقيب، ما بيحاسبهم. والله غلاء الاسعار شنو السبب؟ سبب المربي التاجر كلها محصله بعضها. سبب غلاء العلفه، سبب حاجه تركب عندنا ما عادش تنزل، حاجات. حاجه ثانيه شيء مش مدعوم، يعني دعم ناقص، كانت فيه الاسباني الخروف الاسباني كان راخي شويه على الوطني، فهمت؟ يجيب اسعار كويسه، ينباع باسعار كويسه، اختفى الاسباني، ما عادش فيه الاسباني، زاد الوطني. والله ما هي حل المقاطعه، مقاطعه مش حل. الحل انك انت دير زي زمان، كل ثلاث شهور ادعم المربي، اعطي علفه مدعومه، جيب لي علفه مدعومه كويسه سعرها. ما المربي راه حتى هو ما بعدها راه من الاخير. احنا ما نحطوش اللوم على الجزار بس، انه لا يعني حتى التاجر حتى هو راه يتحمل في عبء كبير، غلاء علفه، ما فيش علفه مدعومه لها سنين، وقلب امور يعني. المقاطعه ما هيش حد، الحل اللي ضروري يكون جذري. وزاره الزراعه لراس الهرم يعني ضروري في حلول، فهمت؟ يعني الحلول تجي اكيد عندهم هم خطط وعندهم استراتيجيات يحطوها، خاصة العلفة، العلفة هي السبب الرئيسي. كان ما تكونش مدعومة وتكونش عندك اكتفاء ذاتي داخل البلاد، يعني ان هي اللي تزرع شعير، قمح، سبول، الحاجات هي تكتفي انت بنفسك، تبدا عندك محاصيل زايدة وما عندكش علاش تجيب من برا. لان كل هذا مربوط بسعر الدولار، مربوط بالامور، هي حياة ترسل. والله سبب ارتفاع الاسعار في اللي يقول الدولار، في اللي يقول التجار انفسهم، كل واحد يقول يحطها في راس الثاني. يعني بالنسبة للمقاطعة يعني ما اعتقدش ان حد يدير حل، لكن لو بدير حل دارتها مع الدحي ودارتها مع الدجاج فيش فايدة، الناس قاعدة تشري في الدحي وتشري في الدجاج، وكلها توا لقيت حجة الدولار، يعني يتكلم يقول لك الدولار، كلها تتحجج بالدولار توا، يعني الله أعلم العلة وين، الله أعلم. سبب ارتفاع الاسعار ولا بالدرجه الاولى ولا الدوله، احنا ما تدعمش فينا، راه كل شيء قصدي مجهود المربي، تجي للمربي تقول له شنو، يقول لك راه نشري فيها من سوق من برا، انا ما قصدي ما فيش لا الاعلاف تدعم لها المواطن يد، وكله ماشي على المواطن، هو ما في شيء خوي الدوله قدمت للمواطن. راه احنا تو الشاه كنا ناخذ فيها قصدي ب 700 ب 800 قصدي، تو متضخمه مش تضخم عادي قصدي، وركود صايرنا تو. احنا لاحظنا قصدي في الفتره الاخيره احنا قطعنا الدجاج، لان هذا اقل حاجه للمواطن. مقاطعه احنا هو منا احنا، حتى احنا والله العلي العظيم لولا ان لقمه العيش والله ما عادنا بنخدموها. التجار ضروري يديروا لهم جهه رقابيه تتبع الشيء، هو لان ما فيش، كلها مغمضه العين على.
هذا كان استطلاعنا في الشارع العام اللي هو استهدف التجار وكذلك المواطنين، وهذه كانت آراءهم في خصوص طبعا غلاء الأسعار والمقاطعة، سواء كانت اللحوم البيضاء أو الحمراء أو البيض. وفي نفس السياق لدينا اتصال هاتفي مع أحد المسؤولين الأستاذ أحمد الكردي نائب رئيس ليبيا لجمعيات المستهلك. نرحب بك، سؤالي لحضرتك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك. بك فندي يوسف، وأهلا وسهلا بكل المشاهدين في ربوع ليبيا الحبيبة لبرنامجك الحقيقة الحرس والمواطن، والذي يحاول الحقيقة تغطية كل ما يهم صحة وسلامة المواطن المادية والصحية. بارك الله فيك. طبعا أستاذ أحمد أنت غني على التعريف بخصوص طبعا حماية المستهلك ودوركم كبير في جمعيات ليبيا لحماية المستهلك، بصفتك نائب رئيس ليبيا لجمعيات حماية المستهلك، شن وجهة نظرك في المقاطعة اللي حدثت الأسابيع الماضية؟ هل أدت دور في انخفاض الأسعار أو قاعدة كما هي عليه؟ والله الحقيقة شنو، المقاطعة صعبة أن تحقق طموحاتها بالكامل، لأن اختلاف مستوى الدخل الفرد في المجتمع كبير جدا الحقيقة للأسف، فهناك شرائح يعني تأخذ في مرتبات عالية جدا، هذه لا يهمها مصلحة باقي أفراد المجتمع، يهمها مصلحتها الخاصة أن هي تشري في أي وقت وفي أي سعر ما يأثرش عليها. يعني السادة النواب والسادة أعضاء المجلس الأعلى الاستشاري والحكومة وما حولهم، هؤلاء لا يهمهم، لأنهم مرتباتهم تزيد على 7000 دينار وتصل حتى ل 20000 دينار، فهؤلاء ياخذوا بالكرتونه وياخذوا بكميات كبيره، ما تهمهمش راحه المواطن البسيط الحقيقه اللي قاعد ياخذ 900 دينار، ما تهمهمش لو ينظروا لها اطلاقا. فبالتالي الحقيقه انا نحمل المسؤوليه كامله للحكومه وبالذات الى وزاره الاقتصاد الغايبه عن المشهد تماما الحقيقه في متابعه السلع اللي سواء كانت مورده من الخارج او السلع المنتجه محليا، في ضبط أسعارها، بالإضافة إلى ضعف دور غرف التجارة والصناعة وضعف التعاونيات التي تتبع كل أنشطة، المفروض هذه التعاونيات المفروض اللي تقوم بمتابعة منتسبيها سواء كانت تعاونية خاصة بالدواشن والبيض سواء التعاونيات الخاصة بالخضروات والفاكهة وغيرها. يعني شين الفرق؟ يعني أنا أحيانا الأسعار صح البيض سلعة مهمة وغذائية ومفيدة والدواجن كذلك، ولكن هناك بدائل أخرى، الألبان أيضا غالية أسعارها، لتر الحليب وصل إلى 5 دينار و6 دينار. وأنا هنا الحقيقة نبي نذكر بشيء مهم للأسف الشديد، نحن في بلادنا للأسف نعبث بكل المشاريع الناجحة ودمرنا أنفسنا بأنفسنا. يعني حقيقة العالم كله ينتقل من القطاع الخاص للقطاع العام وفق سياسات ويرسمها ووفق خطوات ثابتة، بحيث كان لدينا مشاريع دواجن منتشرة في جميع ليبيا وكان الدجاج والبيض بأرخص الأسعار، دمرنا هذه المشاريع. كان لدينا مشاريع تنمية أبقار، عندنا حوالي 21 محطة أبقار وصلنا إلى 60000 راس من الأبقار الحلوب تم تدميرها. أنا الحقيقة من هنا من هذا الكلام ومن برنامجكم أطالب من النائب العام التحقيق مع هذه الجهات التي أفسدت هذه المشاريع خلال العشر سنوات الماضية. كيف أصبحنا من دولة مكتفية ذاتيا من البيض ومن الدواجن نصبح دولة مستوردة؟ صحيح. أنقل الملكية للقطاع الخاص، خلي القطاع الخاص وخلي الليبيين يساهموا في شركات ومؤسسات تدير هذه القطاعات، ولكن للأسف بين ليلة وضحاها ننسفها ونقطع عليها الخدمات ونقطع عليها الأعلاف ونقطع عليها كل المستلزمات التشغيل، ويصبحوا العاملين فيها في خبر كان. كيف ما فيش مجتمع في اي دوله من العالم يرمي بمصالحه بهذا الشكل؟ كان عندنا زي ما كلمت حضرتك الان، كان لدينا مشاريع للدواجن والبيض ومشاريع للابقار والحليب كلها تعمل بسعر. انا اتكلم فيك كنت مدير مصنع يوم من الايام وكانت تجيني يومين بال 40 الى 50 الف لتر حليب طازه من مشاريعنا في المنطقه الغربيه وكذلك في المنطقه الشرقيه. يا سيدي انت ما تبيش قطاع عام، خلاص ملكها القطاع الخاص وحافظ على وجودها، مش بالشكل هذا ندمر اقتصادنا يعني للأسف الشديد.
ما هي الحلول استاذ احمد انك انت تو خايط في هذا المجال لسنوات عده، نبو تو احنا المعالجات او الحلول لهذا الارتفاع الاسعار في زي ما نعلم القانون 23 لسنه 2010 اللي هو خلى عرض وطلب ومنافسه بين التجار بخصوص الاسعار، واصبح طبعا المواطن بين المطرقة والسندان. ما هي الحلول؟ الحلول اولا لابد من تنظيم القطاعات هذه حقيقه، لان سواء كان وزارة الزراعة أو وزارة الاقتصاد لابد الجلوس مع غرف التجارة والصناعة والزراعة ومعرفة الأنشطة هذه كلها وحصرها ومعرفة مشاكلها. المشكلة الرئيسية الأساسية في ليبيا الحقيقة مشكلة الأعلاف ومشكلة توفير الأمصال والأدوية ومشكلة الدعم والتعويضات. الآن في الفيضانات اللي صارت في المنطقة الشرقية المدة الفاتت الكثير من الأغنام نفقت، لحد الآن الفلاحين والمربين لم يحصلوا على التعويضات متاعهم. أيضا حدثت بعض المشاكل هنا أيضا في منطقة الجبل الغربي، فيضانات وحيوانات نفقت، ما فيش تعويضات، ما فيش توفير أعلاف في أسعار ومراقبتها. المفروض يكون عندنا ديوان خاص بالأعلاف يقوم بتوريد الأعلاف وتوزيعها على المصانع وتنتجها وتوصل للفلاح والمربي بأسعار، لأن ما لم يتم ضبط أسعار الأعلاف بأسعار مناسبة في متناول الآن أمامنا عيد الأضحى على أيام وحتشوف كم تصل أسعار الأضاحي. من الآن متوقعين أن الأضحية المناسبة الجيدة لا تقل على 2000 دينار، كيف يكون مواطن بسيط دخله 900 دينار قادر على شراء أضحية؟ فموضوع الأعلاف هذه قضية يجب أن يهتم بها مجلس الوزراء ويضع لها حلول مناسبة من خلال استعانة بالشركات واستعانة بالقطاع الخاص بوضع ضوابط. شوفوا تجارب الدول اللي بجنبنا، خيرنا احنا ما نتعلموش من الاخرين ولا كيف؟ ولا احنا برواحنا هيك جينا نزلنا من السماء برواحنا كشعب ليبي وكدوله ليبيه؟ ما هي في دول عالم زينا وسابقتنا نشوفوا تجاربها كيف حلت هذه المشاكل. احنا لا للاسف لا ناخذ اراء الاخرين ولا نحاول ان احنا نحل مشاكلنا بطرق التي توفر للمواطن الحياه الكريمه. هذه كانت نتائج جولاتنا استاذ احمد بخصوص طبعا اسعار سواء كان اللحوم او جميع الاسعار التموينيه. فكان نفس السؤال الاجابه ليك اللي هي بخصوص الاعلاف في بعض التجار، قلنا لهم كاجتهاد طبعا احنا ما عندناش زي ما تقول قانون نخدموا عليه، زي ما ذكرت لك القانون 23 الغي جميع القوانين. نفس الاجابه اللي قال لك احنا الدوله ما تجيبليش في الاعلاف وما تجيبليش في الامصال البيطريه، نفس السؤال كيف الحلول الناجعة لهذا الشيء؟ يا أفندي يوسف احنا للأسف ما نبيش نستفيد من خبراتنا. عشرات الشباب سنوين يتخرجوا من كليات الزراعة ومعاهد الزراعة العليا مش لاقين فرص عمل. هؤلاء الشباب المفروض الدولة تمكنهم كل واحد تعطيه 10-20 هكتار في الجنوب في المناطق وتستثمر فيهم تحلهم وتعطيهم تسهيلات. أنا متأكد إن حننجح إن شاء الله. نعم. ولكن للأسف ما فيش تفكير من قبل الحكومات المتوالية في وضع سياسات تخدم المجتمع إلى مدى بعيد وتستفيد من الطاقات الموجودة. كيف دولة مثل دولة ليبيا بإمكانياتها ومواردها تعاني من مشاكل اقتصادية؟ ما هذا شيء مستحيل بعد السكان لا يزيد على 10 مليون بالأجانب. صحيح. كيف يعني دول ما الدول اللي عدد سكانها بالمئات الملايين كيف دائرة؟ للأسف ما فيش علم، ما فيش تفكير، ما فيش سياسة واضحة ووضع خطط. كل واحد يجي يخدم لمصالحه الخاصة وما يهمتاش فيها هذه الدولة، تنجح تفشل ما فيش مشكلة، المواطن ينداس ويعبس عليه. والكلام هذا يا إخواننا راهو مش أنا باعتباري مهتم بهذه القضايا اللي تهم المستهلك، ليس على المستوى الغذائي فقط. نعم. على المستوى الصحي، على المستوى الأمني، على مستوى كل القطاعات للأسف ما تعاني من مشاكل ومشاكل كبيره جدا ومش ولاقين الامس المشاكل تحت حتى على مستوى الرياضه. يعني للاسف ما فيش من يفكر في امن وسلامه وحمايه هذا المواطن في هذه البلد للاسف. نعم فيه. استاذ احمد طبعا الحقيقه نحتاج معك الحلقات وحلقات، ومن ندعوك من خلال هذه الحلقه لتكون ضيفا معنا في الاستوديو الحلقه القادمه باذن الله، نتحدث على الاضاحي وسواء كان بالخصوص الكشوفات الشرعيه او عمليه اسعار هذه الاضاحي. نتمنى ان تكون ضيف معنا في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. استاذ احمد كان معنا اتصال مع السيد احمد الكردي نائب رئيس ليبيا لجمعيات حمايه المستهلك، طبعا تحدث من خلالها على الحلول وكيفية طبعا غلاء الأسعار من جميع
طبعا سواء كان مواد غذائية أو سلع أو أضاحي أو لحوم بيضاء حمراء ما يخص المواطن بشكل عام. طبعا ياريت تجهزنا اتصال آخر بأحد مسؤولين جهاز الحرس البلدي ليكون طبعا الرأي والرأي الآخر هذا بخصوص. طبعا خدنا استطلاع من المواطنين وخدنا استطلاع من التجار وكذلك جهات المتولي هذا الشأن اللي هو جمعيات ليبيا لحماية المستهلك. نجو لدور جهاز الحرس البلدي. احنا الحقيقة خدنا فيها جولات كثيرة هذه الأعمال ترهقنا بشكل يومي. بداية عملنا تصنف طبعا عن احنا أمن الغذاء والدواء بداية في الحاجات الصحية والضرورية سواء كان نظافة عامة أو نظافة شخصية أو نظافة معدات تراخيص. لكن نطالب من الجهات المسؤولة المتمثلة في مجلس النواب أو رئاسة الوزراء وكذلك وزارة الاقتصاد بوضع تشريعات وقوانين جديدة في العالم الآخر فيه أبديت كل ما تقرب مدة كل ما فيه قوانين طبعا يعاد سنها ويعاد النظر فيها. احنا قوانيننا أصبحت من الماضي وكذلك القانون 23 عد مرات نكرر في هذا القانون غل أيدينا. أصبحنا تشوف التاجر كيف مداير يبيع كيف يبي هو ما قدرش نحوله لجهات ذات الاختصاص بينما في الماضي يقوم بحالة يوميا العشرات والمئات من القضايا في زيادة الأسعار. جهزت لنا اتصال يا أخوي وليد. نعم طبعا اتصال مع زميل أحد الإعلاميين بجهاز الحرس البلدي نائب ضابط عبد الله صيدون. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك يا أستاذ فندي يوسف. نحييك ونحيي قناتكم قناة الرسمية على إتاحتنا الفرصة لتقديم أنشطة وأخبار الحرس البلدي فرع زديتن. وبارك الله فيكم وإن شاء الله دائما موفقين في عملكم يا رب. نعم بارك الله فيك. سؤالي لك أخوي عبد الله بالدرجة الأولى اللي هو ما هو الدور الذي يقوم به أو قام به جهاز حرس بلدي في خدمة المواطنين اللي موضوع حلقتنا. احنا كان يتحدث قبل الآن الأستاذ أحمد الكردي نائب رئيس ليبيا لجمعيات حماية المستهلك الدور اللي تحدث فيه على الغلاء الأسعار وكذلك المقاطعة اللي صارت الأسابيع الماضية. دورنا أو دوركم كحرس بلدي بمتابعة الأسعار شنو الدور يا تحطنا في الصورة؟ طبعا احنا كيف ما عارف يا فندي يوسف وكافة المشاهدين المتابعين لقناتكم الموقرة ان الحرس البلدي دوره ينطبق من عمل تطبيق القوانين والتشريعات النافذة في الدولة. لا يحق لنا ان نتجاوز هذه التشريعات او القوانين. القانون واضح وصريح. هو في قانون صدر مؤخرا وهذا القانون رقم 23 لسنة 2010 للنشاط التجاري وهذا يوضح كل العلاقة التجارية والأنشطة الاقتصادية بما يقتضيه المواد الموجودة تنص عليها هذا القانون. طبعا تم تحرير الأسعار من خلال هذا القانون وما فيش لحد الآن صدرت أسعار من وزارة الاقتصاد تضبط عملية ارتفاع الأسعار في الأسواق اللي هي الشعبية والأسواق العامة في والمحلات التجارية. هذا اللي سبب رئيسي في أن الحرس مش قادر يطبق الأسعار لأن لو في أسعار ولو في قرارات صادرة من وزارة الاقتصاد اللي هي الجهة المشرعة الوحيدة اللي حق لها إصدار التسعيرة لا طبقها على الفور جهاز الحرس البلدي. وفعلا المواطنين عندهم دائما يشتكون يقولوا وين دور الحرس البلدي في زيادة الأسعار ودائما نلاحظوا الحرس البلدي هو اللي في الواجهة الأولى لأن المواطن ما يعرفش أن في قانون رقم 23 لسنة 2010 المنظم للأنشطة التجارية اللي هو حرر الآن الاقتصاد وحرر الأنشطة التجارية وحرر الأسعار في الدولة الليبية. نعم نجولي علاقتنا نعم. بمراقبة الأسعار. نعم نجولي العمليات اليومية اللي يقوم بها الحرس البلدي أو نجولي مثلا نحدد ونقوله مثلا فرع زليتن بخصوص طبعا عدد القضايا وعدد المضبوطات وكذلك المخالفات كيف تشبه في وجهة نظرك؟ هل فيه تفاوت في المخالفات والقضايا بين السنة هذه والسنوات الماضية؟ يا بندي يوسف الحرس البلدي كل ما زاد من انتشاره وعمله بيضبط أكثر بيتكثر وفي ضبطيات وطبعا بيقدر من خلال العمل الميداني يقدر يواكب الأنشطة الاقتصادية والتجارية بصفة عامة. وانت كيف ما لاحظ ان في انتشار للأنشطة الاقتصادية وفي تزايد يومي للأنشطة التجارية والاقتصادية وبالذات عندنا مشكلة احنا نواجه فيها اللي هي دخول العمالة الوافدة اللي هي ما عندهاش أي مؤهلات لأنها تكون تطبق الاشتراطات الصحية وإجراءات السلامة والحرص على سلامة المواطن. وعندنا حتى حاجات تانية تسبب لنا عرقلة وعائق وهذا
ما تحدش من عملية المخالفات. احنا خذينا الجانب التوعوي اللي حطت قائم به من خلال قنواتنا الموقرة وقنوات وإذاعاتنا المسموعة، بأن نوعوا المواطنين ونوعوا ما دور الحرس البلدي وما العمل اللي يقوم به الحرس البلدي من خلال أعمال اليومية، من خلال دورياته، ومن خلال التعليمات اللي تصدر من رئاسة الجهاز بتعميماتها بالكامل. هو يلاحظ أن كل يوم شيء جديد، وكل يوم حتى التاجر يحاول يتحايل على القانون بعدة إجراءات جديدة. لابد يكون الحرس دائما موجود في الميدان وواكب هذه المخالفات وواكب هذه التجاوزات باش نقدروا نحدوا منها بقدر المستطاع. نعم زميلي عبد الله، في الختام شن تحب ما تتوجه كلمة أو أي شيء للمواطنين؟ طبعا المواطن بالدرجة الأولى، المواطن دائما نحطوه على أن لابد يكون ياخذ الجانب التوعوي والجانب الصحي، وجانب أنه يكون يراقب المواد الصحية، المواد الغذائية والأدوية وكل ما يتعلق بصحته، لابد حتى هو يكون متابع لنا ويقدم لنا البلاغات ويقدم أي شيء يكون يخدم مصلحته وأسرته وعائلته، باش الحرس البلدي يكون قائم بدوره على أكمل وجه، باش ما نتهموش بأي تقصير من ناحية جانب المواطن العزيز في دولتنا ليبيا. نعم نشكرك زميلي نائب ضابط عبد الله صيدون اعلامي بجهاز الحرس البلدي، كان معنا للحديث طبعا عن الاسعار وطرق الاسعار. الساده المشاهدين الكرام طبعا نخرج فاصل بسيط ونولوا باذن الله تعالى. عدنا إليكم من جديد إخوتي المشاهدين الكرام، ندخل الآن إلى فقرة الضبطيات. الحرس البلدي عند مجموعة من الضبطيات، خلينا نشوفوا أول ضبطية ألا وهي قفل مطعما بالشمع الأحمر من قبل أعضاء فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس مركز أو طرابلس المدينة التابعة لفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس مركز. نشاهد هذا التقرير. خلال الجولات التفتيشية برفقة أعضاء الإصلاح البيئي أعضاء مركز حرس البلدي طرابلس المدينة التابعين لفرع حرس البلدي طرابلس المركز، طبعا من خلال الجولات التفتيشية على المقاهي والمطاعم ضبط أحد المخازن أو شركة خدمات هي تقوم بإعداد الدجاج. طبعا الطريقة اللي يحضروا بها غير صحيحة، هذه اللي قدامك هي كلها بانيوات بلاستيك، طبعا كلها عمالة وافدة بدون إجراءات، طريقة فك الدجاج غير صحيحة. تمام الإمكان زي ما تشبح فيه طبعا ما فيش معدات سلستينة، هي منعدمة عندها نهائية، كلها خلط في مياه خلطة مية. طبعا معلش خدمة سلم، طبعا هذا مش نقوله ذكر من غير ذكر اسماء ولا تشير. لا من غير ذكر اسماء احنا طبعا من المطاعم المعروفة في طرابلس. هذا من المطاعم المعروفة والمشهورة طبعا في طرابلس، ولي عدة فروع داخل طرابلس. طبعا هنا يجهز في الدجاج يوزع المقاهي فروع متاعه. نشوف القوابي يطول بلاستيك. تو لحظة يا أستاذ، شوف يا دكتور، جيب معي البلاستيك. تو شن تحتها؟ تحتها الدجاج. فهمت؟ بلاستيك على الدجاج هو. شوف زي غسل زي ما غسلش. طبعا الفكرة هذه هي اللي بنوراها. هو مش ظابط إنه هو البلاستيك كان لوطة. إيه في الأرضية. كان في الأرضية لوطة، كلها بكتيريا، كلها بكتيريا هو. بنحط على الدجاج. طبعا يقوم معها. صلت التحضير حتى هذه الماده شنو هي اللي تصفر هذه؟ ها؟ صابون. شو تدير به الصابون؟ بيرطيه هيك. حاليا زيارة داخل أحد المطاعم بداخل المنطقة، طبعا من خلال الجولة
لاحظنا خلط مواد في صالة التحضير. طبعا زي ما تشوف هنا عندنا العجينة وهنا عندنا صدر القمامة. فما طبعا نشوف الخبزة وين حاطها في الصالة. في المبيعات الروائح اللي هي الحشاك نقول وصلت المجال من الصرف الصحي. في روائح اللي هي روائح المياه من المجال يعني. تمام. طبعا في ممنوع هي الصرف الصحي داخل حجرة التحضير ممنوع. وهذه شو دخلها مع الاشياء تاع الحمام هذه؟ هذه تو هذه تو يستخدم فيها هو. شوف هذه المعدات وكل معدات هي استعمل فيها ما فيش قصة التنظيف ما فيش. طبعا وين جبدنا الطاولة لقيناه كل المكان واضح قديم واضح. طبعا هنا وين ما يجهز في الخبزة طبعا هم نتاعهم هم طبعا خف الطاولة اللي عجن فيها. ايوا الخبزة نتاعهم هم اللي يخدموا فيها هنايا راك هاي هذا الخبزة ويخدم هنايا واضح الفرن وهذيك جاهزة هنايا وفي صالة الطاولة. طبعا كلها هالطاولة هي كبيرة معبية فندي غير ما نقدرش نجبدوها نار واحد. وهذه هنايا شوفوا متهمت هاي صخ يخدم على صخ. شوف بالنسبه للطبوات نتاع المياه شوف البومبا طبعا داخل غرفه التحضير الموضوع هو. طبعا انت من غير ان الطبوات شوف شكل الطبوات والمواد اللي متراكم عليها فهمتني كيف؟ هذا كله يعني قله تنظيم وقله نظافه فهمتني المكان نفسه. شوف يعني هنا الطبوات وهنا وين نحط الشربه ولا كلها تعال شوف المدلاية كيف. شوف اصلا هي المدلاية جاية في جنب الشواية غلط. شوف الضي انت اللي وراها شوف خيوط الكهرباء والضي وجنبها الحرارة شوف جزء منها سايح. هذا كله راه خطر ان هي حتى مرة تدير لك التباس كهربائي وحريق اصلا. طبعا زي ما شاهدنا مع بعض نقطه المشاهدين هذا تم قفله بالشبع الاحمر. لدينا العديد من التقارير بخصوص المطاعم كانت جولتنا اكثرتها اللي هي استهدفت المطاعم لان شاهدنا لها في الاونه الاخيره الحقيقه اقبال كبير من قبل المواطنين لا يدرون ما في خلف الكواليس انه بيشوفهم برا فايف ستار. من الداخل يعاني الكثير من طبعا عدم وجود شهاده صحيه للعمال، كذلك اهمال في النظافه العامه وكذلك النظافه الشخصيه وكذلك نظافه او عدم تغيير الجدران. نشاهد قفل مطعم اخر بالشمع الاحمر من قبل اعضاء الحرس البلدي طرابلس المركز. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انتقلنا رفقه اعضاء مركز حرس بلدي طرابلس المدينه صاحب الاصحاح البيئي للتفتيش على المطاعم وما يخص الماكولات. طبعا من خلال هذه الجوله تم ضبط العديد من المخالفات تذكر منها فندي. اهلا وسهلا فيك. الجوله شنو استهدفت وهي المضبوطات اللي تم ضبطها؟ لقينا طبعا ماكله جاهزه وكلها طايبه خاصه الفريز عادي معناها طايبه وبيزيد اعاده التسخين نقول عندك الدجاج هذا هو قدامك من خلال الجولة هيك كلها لقيناها في وسط الفريز طايب جاهز كلها بايت. هذا كله بيسبب تسمم غذائي، هذا كله تشوفه في حيدة متجمد. طبعا تو يا فندي يوسف هذه جاهزة من أمس طايبة من أمس. نعم طبعا هذه تم تحضيرها من أمس تم استخدامها أمس واللي فضل رجع لي الثلاجة. طبعا احنا الدجاجة هو زي الشاورما زي الدجاج في حالة انه خش مرحلة الطبخ والتطيب خلاص ما عادش يرجع للثلاجة وما عادش يطلع ثاني. نبي علاش ما يطيبوش في الكمية اللي هما يستهلكوها مثلا 10 كيلو 15 كيلو وهو يطيب 70 كيلو لمدة؟ ايه ضروري يدير كمية زايدة واللي يفضل يرجع للثلاجة ثاني يوم يخلطها مع كمية ثانية ويقعد يوزع فيه للزبائن. هذا الغش التجاري نقول احنا ما هذا نقول الغش التجاري والتبع اللي صاير في المقاهي هي. طبعا كثرت الشكاوى في صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص المقاهي والمطاعم. نعم قمنا احنا التنسيق مع وحده الاعلام ومكتب اصحاح البيئي نشاهد حتى في نفس الجيب كميه اخرى من الدواب. هذه التبله من امس طبعا الدجاج طبعا لما ينفك
وقت اللي تستورد الدجاج ما يخدموش بالوطن يعني. لما ينفك ما عادش يرجع للثلاجه. بطاطا مانيش عارف هل هو شراها جاهزه والا هي جاهزه او هو مقطعها. الجاي يعني مش باهي لان هي مقطعها مفتوحه مكشوفه. نعم. هو مسكرها. باهي قايم حتى في الثلاجه بخلط المواد. بالنسبه للحوم هي الاكل هذا هو اكل جاهز من امس. دايره. هذا كله جاهز. جاهز من امس. نعم. فهذه فضلات. فضلات بيستعملها اليوم. ايه ما تلوحش هذه بكون ماشي تو في وجبه الغذاء تو تاع اليوم. هذا تاع امس بيستعملها اليوم. عند اللحوم هي شاورما كانت لحم شاورما. نعم. طيب من امس وحاطه فاضله يعني حاطه الدجاج بالنسبه للدجاج اللي طيب اللي طيب مستوي وبتعاود انك انت تسخنه مره ثانيه غلط. زي ما شاهدوا الان هو تو كل تريت الدجاج محطوط فوق من يقارب ال 40 كيلو حتى هو طيب. طيب هذا طيب من امس وبرد بتعاود تسخنه في الكوشه ثاني مره ثانيه غلط. هذا شو بيسبب هو؟ هذا التسمم غذائي. تسمم غذائي حصير. وباي خلط اللحوم الحمراء والبيضاء مع بعضها في عندنا الثلاجه احنا مختلطه فيها جميع الانواع. النظافه حتى هي عدم اهتمام بالنظافه. عدم اهتمام بالنظافه والفضلات دائما يحتفظ بها. عندنا فضلات نتاع عامس يحتفظ بها باش يعاود تقديمها مره ثانيه، ثاني يوم. الزيت المستهلك. قاعد خذ بيلد بيض مش حلو. المستهلك الاول ما ينفعش انك انت تستهلك مره ثانيه. هو خلاها حتى مش مغطي معناها هذا بيقوم باعاده التدوير. هو باعاده التدوير. يزيد الزيت وماشي. معناها شنو تقييمك عليه باشمهندس المطعم؟ انا نشوف فيه هذا جايينا قبل ممكن حتى جايينا قبل الحق نفس السابق من سنتين فاتوا نفس المشكل معناها ما فيش تطور قاعد نفس القصه معناها تو ناخذ راي الحرس البادي شو بيتم هذيك المقفله شو بيتم هذا بعون الله يتم قفله من ثلاث اجراءات يتم قفله بعد انه يخرج الاطعمه الموجوده عنده الاجراءات تبقى بنسحة الترخيص بنشوف الشهيد الصحيه موجودات او لا العماله اللي عنده هل خاشه باجراءات قانونيه او لا الشهيد الصحيه بعدين ناخذ اجراءات القفل معناها يحتاج الى ترتيب زي ما تقول اعطاء مهل اللي هو بيستنى بعتالي لين نشوف الشروط الصحيه اللي بي استوفاها ولا لا استوفاها تصدر من مكتب الصحه البيه على ضوء استوفى الشروط الصحيه واعاده النشاط نتاعها ما عندناش مشكله ما استوفاش يقعد مقفله ويحال للنيابه ان شاء الله شوفها هذه خضره واقعه خلي الكاميرا هي اللي تتكلم شوف هذا البر وهذا يغسل به في الدجاج اللي من العصر يا تمام شوف بعد ثاني عندك الباذنجان الغادي عند الزبيب طبعا شوف هذا قديش ليها شوف قديش ليه متبلة لاحظ ما يا فندي أغلبية المطاعم الماكلة اللي فاضلة اللي متبلة ايه. يعود فيها من جديد ايه هذا متبل ليه أكثر حتى من ثلاثة أربع أيام هو هو المفروض اللي يتبل اول باول كل يوم ويوم يتبل يتبل ويخدم روحه فيه وقت خدمه هذا شوفه هذا قديش ليه تو تو اللي يتبل فيه ويحضر فيه جديد في الصاله غادي لكن هذا قديم هو مأكولات متعفنة خضروات فاسدة والضحية هو المواطن نشاهد نسأل الله السلامة للسادة المشاهدين ولنا الأورام كثرت المرضى في جميع أنحاء البلاد وتوزعوا حتى خارج البلاد بخصوص طبعا هذه المأكولات الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري من قبل النفوس المريضة اللي بتوا في سمومهم داخل أوردة المواطنين الكرام نشاهد قفل مطعم آخر بالشمع الأحمر خشينا لمطعم المطعم اللي جانا عنده زي ما تشوفوا جناوح لونها متغير حال تجمدية توا حاليا لكن الوانها متغيره اللي تم عرضها توا على الطبيب الطبيب المختص للرقابه على الادويه والاغذيه والاصحاح البيئي زي ما تشوفوا الالوان وحتى توا زي الفاكهه اش حلونا بعد اللون وحتى النظافه نتاعهم يعني طبعا معلش يا سيدي منصور تقييم كلامك قايمين في العمل في المطعم هذا عمله وافده عمله وافده اغلبيتها
الصحيه والتراخيص حاليا كيف بدنا الفند محمد يشوف الاجراءات نتاعها. احنا خشينا نشوفوا في النظافه داخل المطعم زي تو اللحوم كيف المجمده، هذه اللحوم مجمده تنفكها والخدمه بها الشغل نتاعها كيف منصور كيف خشينا قاعدين تو هذه يعني لحوم يشتغلوا بها اليوم ما كملش خدمته يكمل بها الثاني يوم، والمفروض كل يوم ويوم الطازة الخدمة الصح اللي في المطاعم المفروض أن كل يوم ويومه. يعني بالكم مرة في الأمور هي اللي نتكلم عليها نظام الحوت والحشرات يقولك والله وطني ما فيش، أغلبية يخدموا بالتونسي وبالتركي مجمد، يعني كل أغلبية تخدم بالمجمد أرى خلينا نابل ما يعني حسب خدمتنا إحنا الأغلبية نشوفوا فيه أغلبية يخدموا بالمجمد. طبعا هذا النسخ من داخل المطعم ويقول لك نطفها يوميا هي لا ما نطفوش فيها بالطريقه الصحيحه هي للتنظيف. طبعا اللحم مشبع قداش ليه اسبوع اسبوعين وبالرغم من الزهواء من المطاعم ننتقل إلى المخابز نشاهد تقرير آخر اللي هو جولة تفتيشية داخل أحد المخابز. لدينا تقريرين بخصوص المخابز نشاهد هذا التقرير. داخل المخبز داخل تجهيز والمجاز في الحلويات والدريوش وكل شيء. فندي كيف تستعمل تولي الألوان المحضورة؟ استعمل في معجنات غير في الألوان زي هذا زي الكرز حتى هو فندي بتاع الشوكولاتة هي تصب في البريوش وتصب في الواحد هذا يحكم بها في البريوش بس. شوف حالتها كيف طبعا هذا اللي يصبوا فيها في البريوش الداخل الفندي طبعا هو من الصاص يخش في البريوش ويخدموا بها. النظافه العامه طبعا هنا سيئه جدا وما فيش من يوقف عليهم على راسهم هنا انهم يخدموا اعمال اجنبيه اعمال افريقيه وداخل السكن ويطيبوا وينظموا الامور كل شيء هنا فندي. اواني متهالكه كلها فندي شوف كلها بضاعه قديمه يخدموا بها ما فيش قصدي زي ما تقول حد هنايا رقيب ولا حسن طبعا هيك غلطه صار صغير في داخل المخبز قصدي خبزه ياك نفع الناس كلها هذه الامره هذه كيف تدير فيها انا في الصينيه كيف تدير فيها ايوه ايه كيف تدير فيها تو ايوه 100 ايوه الله يبارك ما شاء الله هو خزان نافع شوفوا حاطينها خزان هذا نافته من المولد والماكين وهذا من خزانات الميه هذه ماكين التحليه الميه اللي عجنوا في جنب اللي عجنوا بها حاطين جنبها نافته تعال هنا في السطح هذا حشاك طيب معلش خلينا ناخذ دور المياه في الجولة الميدانية اللي قمنا بها اليوم تم ضبط بعض المواد نقول الملونة الصبغة هذه اللي يستعملوا فيها في الحلويات والأمور هذه في من أحد الزملاء عندنا شدها بيدها قاعدة متلبزة لتوا وقد ما يغسلها ما باش يمتحها صرنا وعودنا قريب ثلاثة مرات ولا أربعة ما بالك الإنسان اللي ياكلوا فيها اللي في تقعد في بطنه يعني شو بنقوله اللي هي سبب للأورام ويجي يقول لك فلان عنده ورم وفلان عنده سرطان هذه واحدة من الأسباب. احنا من المنبر هذا نوجه يعني كلام لإخوتنا المواطنين أن يبتعدوا عليها قدر الإمكان قدر الإمكان يبتعدوا على المواد الملونة. يعني ربي الحاجة خلقها بألوانها صفرة وخضرة وهو أنت الألوان هذه أنت تخش لجسم الإنسان يعني شوف شو بتدير لك من مشاكل. يعني احنا
نتمنى المواطنين يبتعدوا عليها يعني قدر الامكان، وربي يحفظ الجميع ان شاء الله. هذا كان قفل احد المخابز بالشمال الاحمر. شكر لجميع طبعا الزملاء بحرس بلديس، وكان بالمناطق الجنوبيه وكذلك الغربيه والشرقيه والوسط. هذه طبعا مجهودات يوميه، نحن ما خفيه كان اعظم هذا اللي لحقنا نصوروه، لا بالك اللي ما زال ما صورناش، او في حاجات ممكن ما قدروش حتى نعرضها من كثره بشاعه المنظر. نشاهدوا تقرير اخر اللي هو قفل مخبز اخر. استكمال للجوله الميدانيه اللي داخل المخبز، احنا قاعدين في نفس المخبز زي ما تشوف، يا عندك الذباب ولا الدبان احنا نقول كذا، هذا تو يحط في البيضه نتاعها، طريقه حصل الحفظ نتاعها غير صحيح هيك، المفروض في وسط الثلاجات او الحاجه اللي خاصه بالتسخين تسخين، واللي في الثلاجه في الثلاجه. وهذه الالوان المحضوره هذه عليهم بكره نفس النظريه، هذه شنو؟ هاي نحله طايحه يعني. النحل هذه النحل يقول والله كاين ربي ذكر في القران وفي كذا وفوائدها، لكن الدبان شوف الصباط اللي يخدم فيها فندي ولا واحد، هذه لا يوجد عليها صلاحيه ولا معروفها مكان الصنع نتاعها وين، يعني انت جايبها لك مصوب ومنزلها لك به ربي عاونه وكذا، لكن مصوب انت تعرف المكان الشغل يشتغل فيه الشيء هذا كيف مكان كيف يكون قوية يا بصراحة، قوانين واضحة قديمة باهي، الغبرة عليها من برا، الغبرة عليها من برا باهي، ومش يا ريت حتى الطرف ولا طرفين ولا تتغاضى وتقول والله ياهو كمية كبيرة قاعد أنا أعطيني باهي قاعد هذا في وحدة أعطيه شركة هذه كعك الزمن تمام صالح لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء، أنا وين ثلاثة أشهر وين ثلاثة أشهر كيف نعرفهم من بعد؟ أمتى يبدو أمتى ينتهي؟ المواد المصنعة به كعك وغيرها هذه مواد شنية زيت سكر زبدة دقيق، هذه المواد هي ما نعرفش من وين تشتغل أصلا من بهاي شنو صلاحيتها وكذا، هذه حاجة. ثاني شيء فهمت أنت ما بتعرفهاش مكان أول معمل هذا اللي يجيب لك شنو نظافته شنو الشروط الصحية متاعها، هل هي من الناس اللي تشتغل أصلا؟ في ناس تشتغل راهو احنا في عملنا الميداني على مر يعني السنوات اللي اشتغلنا في جهاز الحفظ البلدي راهو ناس في اللي مرضى بالهباتايتس، في اللي مرضى بالايدز، في اللي كذا يعني، والامور هذه تنتشر. حفظنا الله واياكم ان شاء الله وعافانا الله واياكم ان شاء الله. تحدث الزملاء من خلال هذا التقرير طبعا عن ضبط مواد مجهولة المصدر وكذلك مواد وألوان محظورة تسبب في الأورام. نشاهد الآن قفل مصنع لإعادة تعليب أو تكييس السكر منتهي الصلاحية من قبل أعضاء فرع جهاز حرس بلدي سواني، اللي هو السكر طبعا الشوالات منتهي الصلاحية ويزيد فيه في تعليبه في الكيلوات اللي نقول احنا أكياس الكيلو على أساس أنه هو صلاحية جديدة. نشاهد التقرير لا حول ولا قوة إلا بالله. تاريخ اليوم 6/5/2024 يوافق يوم الاثنين قاموا دوريات الحرس البلدي السواني بضبط مخزن يقوم بتكييس السكر بطريقة غير صحيحة، عدم وجود ترخيص للمخزن أو للمصنع، وعدم وجود شهادة صحية لدى العاملين، اثنين عدم وجود اشتراطات صحية، ويقوم بتكييس مادة السكر عن طريق آلات يدوية تقوم بسكب مادة السكر لما تشبعها والتكييس معظم يدوي وبرفقتنا بصحاح البي السواني برفقتنا فتنا الضبطية قام معنا الأعضاء اللي هم مرافقين لصحاح البي، وزي ما تشبه الزميل بيكمل لنا هو شنو
لأن حتى التاريخ تاريخ 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 الصلاحية أنه هو سهل يمسح. أسمع غش تجاري، يعتبر غش تجاري. وفي الوزن في الوزن في الوزن أنه هو يبيع فيه المواطن الليبي على أساس كيلو، المواطن الليبي يبيع فيه كيلو، هو 900 جرام حتى وزناه أقل من 900، يوزن 845 و20، مش 900 جرام. وهذا نوع من الغش التجاري، وصى به القانون، وصى به القانون ان هذا غش تجاري. وزي ما تشبحه تفضل اشبحه، تعال اشبح 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 الفضلات متاع اشبح الفضلات اللي هي متاع السكر، اشبحه اشبح. هذا السكر، هذا السكر بطريقه يدويه اشبح السكر. طبعا اشتراطات صحيه، اشتراطات صحيه. تعال يا فندي، يعني الخدمه اللي هم قايمين بها العماله داخل المخزن كلها يعني خدمه يدويه، طريقه صبان السكر طريقه غير صحيحه من غير اشتراطات صحيه، طريقه التكييس طريقه غير صحيحه. طبعا السكر هذا مرضى وريه له اشبح السكر كيف مدور. هذه ماده السكر مقطعه لا حسيب لا رقيق، لا في من يدور يخدم الراجل من دماغه داير يعني ما يبي. وطبعا وحطنا داخل المخزن اشتراطات صحيه اللي المفروض هو قايم بها اثناء الشغل نتاعه، ما فيش اشتراطات صحيه معدومه. اغلبيه الخدمه نتاعها تعتبر يدويه عن طريق العمال، والعمال الله اعلم يعني في منهم الافارقه، في اللي ما عنده شورت، في اللي عنده شيء هجره الله اعلم، في اللي ما عنده شهاده صحيه، في اللي ما عنده شهاده قويه. وهذا طبعا الشيء في واجهه في اليوم تعال هنا، تعال هنا اشبح، تعال اشبح، تعال اشبح، اشبح هذا اشبح. لا اشبح وساع اسعار السكر داخل المحلات الكيزريه والسوق هي سببها ارتفاع الاسعار داخل المحلات. وريني ماكينات التكييس اللي بالطريقه هذه غير قانونيه وبالطريقه هذه غير صحيحه هي سبب رفع الاسعار داخل المحلات الكيزريه. تعال تعال هذا شو انت عطل لي في مره هذا مره غش مره طبعا هذا الخزان غير صحيح، تعتبر طريقه يعني غير صحيحه، وتكييسها في العبوه هي غير صحيح. طبعا ما ياخذش بنفس التاريخ اللي مكتوب على الشوال، هذا نبهنا عليه مره واثنين وثلاثه، واخذنا تعليمات من مدير الفرع بان الشيء هذا غير صحيح، انه باش انه هو يكتب بالتاريخ من دماغه مالكش الحق قانونيا انك تزيد حتى يوم، يوم تكتب انت هني مالكش الحق قانونيا. اللي مكتوب على الشوال تكتب انت على العبوه هي، يطيح يوم 25/4/2024 نفس اللي مكتوب على السؤال ينكتب على العبوة. وهذا طبعا احنا الليبيين احنا اللي نتفاجئوا بهم، اللي نتفاجئوا بهم يعني اللي ماسكين المخازن هذه نتفاجئوا بهم الليبيين، والشيء متكرر. بدينا على التلفزيون ونبهنا الناس على التلفزيون، قلنا لهم الشيء هذا غير صحيح، هذا غش تجاري يعني لا حسيب لا رقيب، يخدموا من دماغاتهم وما فيش اي اشكاليه بكل وعادي، والعماله حكم اللي يخدموا كلهم لا شهادات صحيه لا اثباتات هويه. يعني تجي لي عامل انت تسال تقول له منين، يقول لك اني هجره، قداش ليك في ليبيا؟ لي 3 سنين، لي 4 سنين، لا عنده بطاقه لا عنده شيء، ويخدموا عادي ومخدمه يخلص فيك نهايه شهر وعادي. نسأل الله السلامة، هذا القليل من الكثير. طبعا زي ما ذكرنا في بداية حلقاتنا لا حول ولا قوة إلا بالله. نشاهد طبعا تقرير آخر اللي هو أتلفت دوريات فرع جهاز حرس بلد يزيد كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وكذلك غير مطابقة للمواصفات ولسوء تخزينها. نشاهد هذا التقرير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مقدم مصطفى عبد الله صغير، رئيس مركز الحرس البلدي زليتن المدينة. بناء على الطلب المقدم من أحد المواطنين تجار داخل المدينة، توجد لديه مواد منتهية الصلاحية تتمثل في 96 صندوق طماطم معجون، وكذلك مشروبات وعصائر صنع محلي
كما تشاهدون في عدسة وحدة الإعلام بالفرع تم تشكيل لجنة لإتلاف هذه المواد الغذائية ومراسلة مكتب الإصحاح البيئي داخل البلدية وكذلك التنسيق مع شركة الخدمات العامة فرع زليتل. عليه تم الانتقال إلى استلام الشحنات وهي تتمثل الكمية تقريبا 3222 صندوق من العصائر ومن المشروبات الغازية وكذلك 96 معجون طماطم. على الفور تم الانتقال إلى المكب النهائي والرئيسي داخل بلدية زليتل وكما تشاهدون تمت تفريغ الشحنات ومعاينتها من قبل مفتشي الإصحاح البيئي، مفتش صحي وكذلك مفتش بيئي ورفقة مركز الخدمات شركة الخدمات العامة فرع زليتل وكذلك المكتب الإصحاح البيئي. والشكر موصول للمواطن هذا اللي نبه عليه المواد المنتهية. ننوه نحن كفرع جهاز الحرس البلدي زليتل إلى كافة التجار داخل المدينة اللي توجد عندهم مواد منتهية الصلاحية ما يلقيهاش في الشوارع حتى لا تتسبب في عند ضعاف النفوس تغيير صلاحيتها وكذلك كذا كذا. احنا اللي يهمنا في الموضوع انه يتم تسليمها ودورياتنا عندنا دوريات ثابته ومتحركه ومتجوله وراجله تتم مراقبه جميع الانشطه التجاريه والصناعيه والغذائيه. واحنا هنا ما جينا الا للعمل وهدفنا واحد اللي هو المحافظه على صحه المواطن في امنه الغذائي والبيئي والصحي. لا يفوتني ان اشكر عدسه وحده الاعلام بفرع جهاز الحرس البلدي مشكورين على مجهوداتهم والسلام عليكم ورحمه الله. احنا المواطن هذا طبعا بنشكره باللموه في نفس الوقت اخوي مصطفى زغليل اللي كان تحدث رئيس مركز الحرس البلدي زيتون المركز بنشكره اللي هو قام بتسليمها للحرس البلدي باللموه انه هو علاش ما دارش فيها تخفيض قبل ما تنتهي صلاحيتها كميات كبيره زي هذه تلقى في المكبات. سعر علبه الطماطم ب 6.5 دينار واصل سعرها وفي اللي بانواع في 7 دينار خفضت في سعرها قبل ما توصل لتنتهي صلاحيتها داخل مخازنك اخي الكريم. وزي ما قلت لك ثاني حاجه نشكرك انك انت قمت بتسليمها باش ما يكونوش اعاده تدويرها من جديد او اعاده صلاحيتها ضعاف النفوس. طبعا حلقتنا لهذه الليله زي ما يذكر اخوتها في الاخراج قاربت على انتهاء في الختام. نتمنى تكون قد وصلنا الى حلول بخصوص موضوع حلقتنا لليوم اللي هي مقاطعه البيض والدجاج ونتمنى ان نلتقي في الحلقه القادمه ونتناول مواضيع تهم وتلامس المواطن. التوفيق الا من عند الله وشكر الله. نشكر الاخوه في الاعداد والانتاج اللي هي الاستاذه هنيده والاستاذه ياسمين وكذلك الاخراج الاستاذ وليد والطاقم المرافق لي. بينما لكل بدايه نهايه ولكل مقدمه خاتمه في الختام اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من حلقتنا ونالت اعجابكم وان يجعل خير اعمالنا خواتيمها. ان كنت على صواب فهذا من عند الله وان كنت على خطا فمن نفسي ومن الشيطان. استودعكم الله وتصبحون على خير.